سايلنت وركز معي. يلا شو اخذنا المره الماضيه؟ منينجايتس بكتيريا تحديدا. كوكس نومونيا. احسنتي. The diagnostic test for bacterial meningitis is diagnostic test. Lumbar puncture plus lumbar puncture procedure بناخد فيها CSF. بس بعد ما ناخد CSF شو بنعمل؟ culture. فهي lumbar puncture أو culture of cerebrospinal fluid. هذا diagnostic test. Drug of choice بالempirical treatment of meningitis is drug of choice. سيفتراكسون اي في والدوز 2 ملي جرام لكل كل 12 ساعة. ممكن نعملها كل 8 ساعات او كل 6 ساعات. كل 6 ساعات صح. كل 6 ساعات قلنا خليك شوي اجريسيف بالدوز مضطرين. ممكن نضيف الفانكومايسين عشان نغطي الستاف والامبسيلين عشان نغطي الستيريا مونوسايتوجين. قلنا الدياجنوسيس كريتيكال مهم تلقط الطفل اولها. كم معنا ساعه؟ 12 8. نحكي عن ساعات. اف يو مس ذا دياجنوسيس شو بده يصير للاسف؟ كم نسبه الوفاه؟ 5. يعني هالخمس عشر دقائق بدك تشوف انت بجوز بالطوارئ بتشوف خلينا نقول 30 ل 40 حاله فيفر بالشفت الواحد. كل سنه بجوز يجيك حاله منهم من انجايتس. بس اف يو مس ات إذا عالجنا على الأقل أنت عملت اللي عليك، لكن بتخف النسبة كتير وبتكون أنت عملت اللي عليك. تم. هلا هذا بكتيريا المينينجايتس، وإحنا قلنا الرول بكتيريا بتعمل مينينجايتس وعادة أكيوت. ما بنحكي عن واحد له شهر تعبان، بنحكي عن شيء سريع. أكيوت بارولانت لأنه في بص وديفيوز ومينينجايتس راذر ذان إنكيفالايتس. هلا الجزء الثاني اللي بدنا نحكي عنه اليوم الاي سيبتك منينجو انكيفالايتس. منينجايتس اند انكيفالايتس. اي سيبتك، كلمه اي سيبتك معناها عكس بكتيريال، انه ما في بكتيريا. اوبجكتيفز بدنا نغطي تو بارتس اليوم. المحاضره الاولى غطينا البكتيريا بتعمق، اليوم بدنا نغطي تو اذر ميجر كوزز اللي هم الفيروسز والفنجاي. الفيروسز والفنجاي. الفيروسز كومون بينما الفنجاي يوجولي اوبورتونيستيك. يعني الانسان مناعته كويسه نادرا ما انه ينصاب بالفطريات، واذا صابته فطريات تصل للبلد وتروح للبرين وتعمل منينجو انكيفالايتس. هاي فيري رير. الفيرال لا كومون، ولو انه البروجنوسيس تبعه افضل من بكتيريال. فاذا الاوبجكتيفز ذات وي ويل كفر توداي انكلود كالعاده شو بدنا نغطي بالكو؟ الابيديميولوجي، المورفولوجي، كلينيكال دياجنوسيس، انفستيجيشن اند تريتمنت للفيروسز. ونفس المبدا بدنا نعمل للفنجاي. قلنا يعني هذول الستبس العاده نمشي فيهم. اي سيبتك مينينجايتس. مينينجايتس صرتوا عارفينها. كلمه اي سيبتك ريفر تو بيشنتس هو هاف كلينيكال ساين اند لابوراتوري ايفيدنس اوف مينينجال انفلاميشن وذ، لاحظوا كيف، نيجاتيف روتين بكتيريال كلتشر. يعني طلبت كلتشر وطلعت نيجاتيف بمعنى اخر وكانه فيش بكتيريا، هذا بنسميها ايسبتيك. بمعنى اخر نون بكتيريال كوزز. تمام. منينجل اريتيشن ساينز زي ايش قلنا احنا؟ التو ساينز اللي قلنا احفظهم زي اسمك. لو بتصير ريزيدنت بالبيدياتريك، ريزيدنت بالميديسين، بتشوفك بالطوارئ الدكتور بيروحوا بيسالوك على هتول التو ساينس. شو هما؟ نيكستفنس واحد، بروجكت كيرنيك ساين، وبرادزنسكي ساين. هدول الثري ساينس، هدول منينجل اريتيشن ساينس. بتقول في شيء خطا بالمنينجس. نيكستفنس، كيرنيك ساين، وبرادزنسكي ساين. وفي صور واقراوا كيف بتعملوا. هدول مهمين. هدول المنينجل اريتيشن ساين. ذا بريزنس اور ابسنس of normal brain function is the important distinguishing feature between encephalitis and meningitis. فالمينينجايتس يعني في meningeal irritation signs، هدول الثلاثة. encephalitis بنقول الانفلاميشن والانفكشن راح للبرين، وهون البرين فانكشنز بتبلش تتأثر. شو البرين فانكشنز؟ أدوا اغلط حسب المنطقة، أخذتوا كل منطقة لها وظيفة. في إشي voluntary، إشي non-voluntary، إشي emotions، إشي temperature، إشي motor، إشي sensory إلى آخره.
meningeal irritation, meningitis. Three signs. Encephalitis, الانفكشن راح للبرين هلا حسب المنطقة اللي فيها الفوكس تبع الانفكشن بضرب الفانكشن هذاك، ممكن يكون يبطل يحرك ايده او يبطل يحس برجله او يفقد الوعي او يبطل يعرف يحكي الى اخره. كأنه مشى لحاله مستعجل، بقول لي شد حيلك ها. فهذول المينينجايتس والإنكيفالايتس الفرق بينهم، لكن قلنا بالآخر واحد منهم غطل الثاني، فبصير إنه يبلش واحد مينينجايتس وإذا ما تشخص بسرعة يبلش يروح بإنكيفالايتس، أو العكس يكون عنده إنكيفالايتس ويبلش الإنفلاميشن والإنفكشن يروح، وهاي هيك بنسميها مينينجيو إنكيفالايتس. مثلا واحد عنده نيك ستيفنس، عملت له برادزنسكي ساين طلعت بوزيتيف وطلعت لقيت ما بيحركش إيده اليمين، هاد مينينجايتس ولا إنكيفالايتس؟ تمام. Epidemiology estimated incidence is 60 to 75,000 cases per year. قديش الرقم تبع الانسيدنس تبع المينينجايتس كان؟ أكثر شوي. 2.5 لكل 100,000. تحفظ الأرقام ولا تحفظها؟ مش مهم كتير قد ما هي مهم الappreciation of disease. كل ما كان العدد الرقم أكبر شو معناته؟ more common. كل ما كان أقل معناته rare. peak monthly incidence. هلا الفيروس بشكل عام بتعرفوا عندها تندنسي إنها تيجي بأشهر أكثر من أشهر، صح؟ كلنا بنعرف بالشتاء بتبلش الفلو إلى آخره. رجع غير، مش عارف ليش أنا عامله ولا هو. فإذا في seasonality. Substantial increase in cases during non-winter month. Non-winter month. شوف الـ respiratory viruses بتزيد بالوينتر. الـ encephalitis وين بتزيد؟ بالسمر. بالسمر. Causes. لما بنقول aseptic meningitis, طن bacterial meningitis, شو ممكن تكون الـ causes؟ فيروس واحد. فنجاي اثنين. باراسايت ثلاثة. باراسايت نادر، صح أنا معك، بس مثلا الملاريا ممكن تصل للبرين وتعمل سيريبرال ملاريا بسموها. فهدول الكوزز اوف ايسبتك، لكن تذكروا مرات ممكن تكون البكتيريا الكوز بكتيريال بس يطلع نيجاتيف بالكلتشر. في أنواع بكتيريا صعب الكلتشر تبعها أو بتاخد شهر تتطلع، فأنت بتعمل روتين كلتشر بتطلع نيجاتيف، هدول برضو بحطوها مع جماعة الايسبتك لأنك ما بتقدر تعملها كلتشر. احنا قلنا الرول أنك بعت سي اس اف طلبت كلتشر بعد اسبوع قال والله يا دكتور ما طلع معنا شيء، هاد ايسبتك فايرال صح وهو على شيء، لكن ممكن يكون رير كوزز اوف بكتيريال نون كلتشرابل بكتيريا اللي ما بتنزرع. فايرال فنجل باراسايت زي ما حكيتوا. كيب ان مايند مرات مالجنسي والاوتو اميون ديزيز، مثلا واحد عنده تيومر واجى تيومر ضغط شوي على منطقه المينينجز هون فبيعطي مينينجل اريتيشن لايك ساينز، بس كيف بتكون الكلينيكال بيكتشر هون؟ تكون على مدى سنين، صح؟ الواحد بيشكي من هيدك له سنة فجأة ما حركش إيده فجأة كذا وبتلاقي تيومر، آه بس ما بيجي بيوم وليلة تيومر، صح؟ هدول رير كوزز. بعض الميديكيشنز ممكن تعمل مينينجال إريتيشن، جوز تستغربوا النونسيدز النونستيرويدال زي إيش؟ زي البروفن والفولترين اللي كل الناس بتاخده كتير. بعض الناس عنده حساسية منه بتعمل له سايد إفكت بيجي بي مينينجايتس لايك، بيجي بكل كلينيكال بيكتشر تبع المينينجايتس لانه ماخذ درج سايد افكت للدرج موجود الى اخره. هلا احنا بالمايكرو بهمنا فايرال فنجل باراسايت، باراسايت فيري رير، فنجل قلنا اوبورتونستيك بس الفايرال اكثر. بقيه الكوزز بدكم تاخذوهم بالباث. فايرال مينينجايتس كوزز زي ما اخذنا البكتيريا اللي بتعمل مينينجايتس، هلا شو الفايرال اللي بتعمل مينينجايتس؟ انتيرو فيروسز رقم واحد، هيربس سيمبلكس فيروس رقم اثنين، اتش اي في رقم ثلاثة، ليمفوسيتيك كوريو مينينجايتس فيروس اربعة، مامز خمسة. انتيرو فيروس من اسمه انتيرو، هو اصلا وين موجود؟ انتستين. ممكن يصل للبرين ويعمل انكيفالايتس ممكن، بس هو مستوطن بالانتستين. هيربس سيمبلكس فيروس هذا مر علينا وين؟ Type 1, Type 2 بالرسبيراتوري سيستم أكثر، وقلنا above the belt, below the belt إلى آخره، اللي هو اللي بيعمل الراش المتعارف عليه تبع الهيربس سيمبلكس. الـ HIV كلنا
نعرف شو الكلينيكال برزنتيشن تبعه، لكن عند مرحله متقدمه بيصل للبرين الفيروس وببلش يعمل انفكشن. احنا بنعرف الاتش اي في شو التارجت تبعه، وين بيكون اصلا؟ بالليمفوسايت وتحديدا تي سيلز، هذا التارجت تبعه. هلا بعد ما يخلص من التي سيلز ويكسرها ويروح للاذر ليمفوسايت والاذر اورجنز بروح للبرين، وهي ليت ستيج. مامز، شو المامز هاد فيروس؟ ايوه استاع البروتيد جلاند، احنا بالعاميه شو بنسميه؟ لا مش حصبة، لا ابو دغيم، ابو دغيم. هلا ما عدنا نشوفه لانه في له فاكسين، بس للي مش ماخذ فاكسين ممكن يعمل له مامز. المامز اللي هو يونيلاترال انلارجمنت بالبروتيد اللي هي الانتفاخ الشديد هذا الكبير، ممكن يصل للبرين. في الكوريو امينايتس او الكوريو مينينجايتس فيروس، برضه واحد من الرير كوز، بجوز هذا اول مره بتسمعوا فيه، ممكن يعمل مينينجايتس. Enterovirus meningitis. Enterovirus are the most common cause of viral meningitis, account for more than 50%. زي ما قلنا strep pneumonia هي most common بالبكتيريال، Enterovirus هو most common بالviruses. Diverse group of RNA virus including Kawasaki A and B, Ecovirus and Poliovirus. هذول العيلة كلهم مع بعض، الانتيروفيروس هو جزء منها، فالبوليوفيروس مثلا هو انتيروفيروس. عارفين شو يعني RNA virus؟ RNA virus versus DNA virus, single strand أو double strand. هاي الأشياء كلها بتعرفها صح؟ Majority of cases are in children and adults. زي المينينجايتس عادة بالchildren، يعني ما بنحكي عن الكبار بالسن. Transmitted via fecal oral route. وتذكروا انتيرو فيروس تبع الجي اي، فما بينتقل بالريسبيرتوري سيستم، بينتقل عن طريق الاكل، فيك الاورال روت. ذا انسيدنس از انكريزد ان ذا سمر مانث، حكينا سبوراديك اوت بريك كان هابن جنرالي اسوشييتد وذ سبيسيفيك سيريوتايب. ممكن يصير زي اوت بريك، اوت بريك يعني تجيك اول كيس وتشخصها مينينجايتس ويطلع فيروس، بعدين تبلش تسال تلاقي العيله كلها انصابت، بعدين تلاقي في مدرسه او منطقه كامله كلها، هذا بنسميه زي اوت بريك صغير. فانت اذا اخذت احتياطك بسرعه ممكن توقف الترانسميشن. هيربس سيمبلكس مينينجايتس. هلا هاد للامانه الاربع خمس سلايد زي ما حكينا بالبكتيريا، هذول ريفرش للمايكروبيولوجي، يعني احنا بس اذكركم بهدول الفيروسز عشان تعرفوهم، بس احنا بهمنا البرزنتيشن تبعهم. هيربس سيمبلكس فيروس هو دبل ستراند دي ان اي فيروس، ممكن يكون recurrent between 13 and 36% of patients presenting with primary genital herpes have meningeal involvement. تذكروا الديزيز الأصلي بده يكون موجود، مثلا احنا حكينا bacterial meningitis، منين اجت البكتيريال meningitis للبرين؟ strep pneumonia عملت lung infection، عملت له نمونيا اول، بعدين deteriorated راحت على البلط عملت بكتيريميا، بعدين وصلت للبرين عملت منجاتس. ما في بكتيريا بتنط على البرين مباشره صح؟ فانت وانت بتدور بتسال كان معه التهابات بالصدر قبل اسبوع اسبوعين؟ اه والله، اه فرقت. وهو نفس المبدا، هيربس سيمبلكس ما وصل للبرين مباشره، بكون بلش بجينيتال ألسر اللي هي الكلاسيكال برزنتيشن، بعدين راح على البلط فايريميا، بعدين وصل للبرين. بس مش دائما الجينيتال ألسر بنلاقيه، لاحظوا يعني نسبه لا تتجاوز 36%. The genital lesion are typically present 85% of time and usually preceded the central nervous system symptoms by 7 days. هلا شو الفرق بين الثالثة والرابعة؟ الرقمين 13 إلى 36 of patients presenting with primary genital herpes have meningeal involvement. باللحظة اللي في genital ulcer نسبة إنه يكون عنده meningeal involvement بنفس اللحظة 36%. لكن اللي عنده مينينجايتس وبتروح تدور بالعكس بتلاقي عنده 85%. HSV meningitis can be recurrent for patient with benign recurrent lymphocytic meningitis over 80% are HSV mediated. لاحظوا هذا المصطلح benign recurrent meningitis. benign ايش يعني؟ كلمة benign حمي مش خطير ما بيؤدي للوفاة. ريكرنت بروح وبيجي. مينينجايتس مينينجايتس. هلا مينينجايتس بالبكتيريا قلنا اكيوت واوت اوف سدن، يا بيعيش يا بموت، بس ما في واحد كل اسبوع بتجي مينينجايتس، مش فلو هاي صح؟
والفيروس نفس الشيء الانكفالايتس، يعني بجوز انت بتداوب الطوارئ سنه كامله تشوف لك كيس، فما في ريكرنس الا اذا كان الكوز اتش اس في. ممكن يجي المريض شهر هاد وتشخصه وتدور وتدور وتدور، عنده هيدك وعنده مثلا ايده بتخدر، وتلاقي الكوز بالاخر انه طلع اتش اس في مننجايتس، بتعالجه بروح برجع لك بعد شهر سمبتوم جديده هيدك، بس المره هاي مثلا ايده اليمين مش قادر احركها، بروح ثلاث اربع شهور يرجع لك. شو المره هاي؟ والله دكتور رجلي. وشو هذا وشو هالمنجايتس اللي بتروح تيجي بتيجي؟ تفكر دغري باتش اس في مننجايتس. فحفظوها، the most common cause of recurrent benign meningitis virus وتحديدا HSV virus. هلا في other viruses ال HIV ال mumps وال LCV اللي هو lymphocytic chorioamnionitis virus، هدول rarely late stage ممكن يروحوا على البلد ومن البلد يصلوا للبرين ويعملوا meningitis. بس إذا بتلاحظوا أغلب الفيروسز التارجت الأصلي إلها مش البرين، إشي جي آي، إشي HIV بده بلد، إشي إشي إشي، لكن عند مرحلة معينة بالأدفانس ستيج أو إذا المناعة ضعيفة بروح للبلد ومن البلد بروح للبرين. ولهذا بالأطفال أكثر كومون، ليش؟ مناعتهم أضعف، مناعتهم أضعف. هاي صور للفيروسز. باي هذا الجدول بتحبوه أنتم؟ تموتوا على الجداول أنا عارف. خلوه للأخير برجع له عشان سيمتومز. شو السيمتومز هون؟ فيفر، ماشي، هيدك، فوميتينج، نفس الدلاكه بس ما يزيد اشياء، الديزيز نفس مينينجايتس از مينينجايتس، يعني زي ما نقول تونسولايتس فايرال ولا بكتيريال. شو الفرق بينهم؟ الكومون فيتشرز وحده، بس اذا بتدخل بالتفاصيل شوي بتلاقي شويه فروقات. لكن فيفر، هيدك، نوجيا، فوميتينج، ستيفنك، فوتوفوبيا، ألتر مينتال ستيت، بيرسوناليتي تشينجز، سيجر، ميموري ديستربنس، موتور ديفكت، افيزيا، اولفاكتوري هالوسينيشن، نفسهم هناك صح. افيزيا ايش يعني؟ ان ابيليتي تو سبيتش، عافيه يا خطير، منين جبتها هاي؟ اولفاكتوري هالوسينيشن ايش يعني؟ اولفاكتوري هالوسينيشن يشم اشياء مش موجوده، هاي برضو حتسمعوا فيها بمرضى الصرع. قبل ما تيجي حاله الصرع بصير يشم إشي او يشوف ومضات شغلات، تيجي السيجر بعديها، اولفاكتوري هالوسينيشن. فاذا بتلاحظوا في ايرلي سيمتومز للاسف نون سبيسيفيك، بعدين ستيفنك اللي قلنا كريتيكال، هاي اللي بنعتمد عليها، هي اللي بتمسك لنا التشخيص. بعدين بتلاقي النيورولوجيكال سيمتومز، هون بتصير الامور واضحه، على الاقل انت بتصير تقول خلص واضح في إشي غلط بالبرين، مش قادر يحرك ايده، قاعد بشوف صور مش موجوده الى اخره. الاكزامينيشن شو بدنا نساوي بالاكزامينيشن؟ ها ايش بندور؟ ستيفنك، كيرنيك ساين، برادزنسكي ساين الى اخره، نفسه منينجايتس از منينجايتس، الكوز اختلف لكن السندروم وحده. كان فاري ديبيندينج اون ذا ايتيولوجي، فيفر، نيك ستيفنس، كيرنيك ساين، برادزنسكي ساين، جولت اكسنتويشن، هيديك ساين. شو هاي؟ هاي حدا بيعرفها؟ جولت اكسنتويشن هيديك ساين. هلا المريض اللي عنده مننجايتس عنده هيديك صح، بس بتيجي بتمسك راسه هيك وبتلفه، شو بصير بالهيديك تبعه؟ زي مبدا اللي بنحاول نعمل احنا بكيرنيكز وبرادزنسكي، بنزيد المننجل اريتيشن، يور بتلفه هيك، نمسك راس المريض بتحطه بين ايديك هيك وبتلفه يمين شمال، بصير الهيديك يزيد، بصير الهيديك يزيد. هاي جولت اكسنتويشن ساين. فوكال نيورولوجيكال ساين بدكم تعملوا ديتيلد نيورولوجيكال اكزامينيشن، يعني المريض اذا ايده ما بتتحرك بحكي لك، تيجي انت بتركز عليها بالفحص، بس بدك تنتبه مرات بتلاقي المريض الجزء هاد بطل يحس فيه مش منتبه له، بس انت بالاكزامينيشن ببين معك، بتقول له كيف بتعمل اكزامينيشن انه سنسيشن انتاكت او نوت، بدك تشوف المريض بحس برجله ولا ما بحس. ما اخذتوا الاكزامينيشن تبع النيورو سيستم؟ هو دكتور مش بتجيب زي القلم هيك، بنقول له غمض عينك وانا بدي احطها بمكان قول لي وين مثلا، او بتجيب قطنه وبتقول له في الشارب او البين سنسيشن، بنجيب دبوس صغير ما بنغزه بنغزه، بس بدنا اياه بحس او ما بحس. الهوت اند كولد، بتروح بتجيب مي بارده مي سخنه، بتحط ايدك بتشوفه بحس ولا ما بحس، وهكذا.
فبدك تعمل ديتيلد فيزيكال اكزامينيشن. في شيء خلصنا، في شيء يعني هيك شارب يوضح الفرق ما بين الفيرال مينينجايتس والبكتيريال مينينجايتس؟ شيء 100% اللمبر بنكتشر هي اللي فهي اللي بتحدد لي يس اور نو. لكن كلينيكالي مش سهل نميز بينهم، صح؟ مش سهل نميز بينهم. سكين راش زميلكو قال سكين راش بيساعدنا، قلنا اذا واحد هيربس سمبلكس بدك تدور على الهيربس سمبلكس راش جينيتال راش مثلا. بس البكتيريا اللي ممكن تعمل راش، مين البكتيريا اللي بتعمل راش؟ نيسيريا كواساكي بيعمل. بس احنا البكتيريا اللي متذكرين قلنا مش راش بمعنى المفهوم العام للراش، قلنا بتيكيا اللي هي بليدنج اندر ذا سكن، بينما الفيرال بتعمل راش راش اللي هي زي كواساكي ديزيز بيعمل سكن راش، الاتش اس في بيعمل السر راش اللي هي الالسر. فهاي ممكن تساعدنا بالتشخيص، ممكن تساعدنا بالتشخيص. شو بنطلب للمريض؟ اجاك شكيت بالموضوع، خاصه شفت فيه ستيفنك، قلت خلص خلينا نبلش ترول اوت مينينجايتس. سي بي سي شو بورجينا؟ لينفوسايتوسيس لانها فايرال، بينما بالبكتيريا اللي بتكون نيوتروفيل. هاي القاعده العامه ولكن لها شواذ. طيب عملنا سي بي سي وطلع لينفوسايتوس، بعدين لمبر بانكتشر اذا ماس، واللمبر بانكتشر بعمل لها كلتشر. اذا الكلتشر نيجاتيف بتساعدني اني ترول اوت بكتيريا وابلش اركز على الفايرال. طب بدي اثبت انه فايرال. ايوه متذكرين الثلاث شغلات تبعون البكتيريا اللي بالسي اس اف؟ الجلوكوز كيف بيكون؟ شوي بتتنام زميلتكم، خلينا نصحيها. شوف هسه بدها تقول لنا قديش الجلوكوز، قديش الجلوكوز بالبكتيريا المينينجايتس يا صبايا يا. والبرين فيه انفلاميشن بده يروح، والبروتين شو بصير فيه؟ والنيوتروفيلز بالسي اس اف شو بصير فيهن؟ بالفيرال لا الرؤية مختلفة صح؟ الجلوكوز بضل زي ما هو، البروتين بيزيد بس مش كتير، وبدل ما يكون النيوتروفيل بالسي اس اف شو بنلاقي؟ لينفوسايت بالسي اس اف. عافية علي، ممتاز. طيب أخذنا اللمبر بانكتشر، بدنا نعمل جرام ستين، بدنا نعمل كلتشر، بدي أحاول أدور على هالبكتيريا الكومون أشوفهم موجودين مش موجودين، يعني أزرع وأشوف. طلعت نيجاتيف برجع ببلش أفكر بقول ما دام بكتيريا لا معناته فيرال النكست موست كومون. بس كيف بدنا نثبت انه هاد فايرال؟ شو تيست ممكن اعمله اثبت انه فايرال؟ بي سي ار بوليمريز بي سي ار سي بي ار لما يموت المريض نعمل له سي بي ار. ايوه بوليمريز شين رياكشن فيري سبيسيفيك فيري سنسيتيف، ممتاز التيست، غالي كثير بس مش اي لاب بيعمله، بتلف في الاردن كلها بتلاقيش لاب يعمله صح. بي سي ار غالي، يعني في بعض انواع الفيروس بوصل 160 170 التست الواحد. هلا انت عندك 3 4 ترول اوت، فبدك يعني تطلب، لو بدك تطلب اي فيروس تطلب اكثر شيء كومون اللي هو الانتيرو فيروس رقم 1. هلا مريض نون اتش اي في مثلا بطلب له اتش اي في؟ بتوقع الاتش اي في هي اللي وصلت للبرين صح. مريض عنده جينيتال السر هيربس سمبلكس شو بطلب له؟ هيربس سمبلكس. مش عارف روح مع البوست كومن اللي هو انتيرو فيروس اكثر من 50%. فالبي سي ار بيساعد. ممكن اطلب انتي بوديز اي جي جي اي جي ام بتفيدني وبتاخذ وقت حسب نوع الفيروس، والانتي بودي ما بيطلع بيوم وليله، حتى الاي جي ام بده 3 تو 4 دايز واحنا ما معنا 3 4 دايز، فالبي سي ار مفيد اكثر. طل شيء ثاني ممكن نطلبه للمريض؟ اذا جنرال في فايرال كلتشر بنزرع الفيروس. طيب شوفوا البكتيريا الكلتشر، البكتيريا تزرع على ميديا بس ما فيها اكتيف سيلز، بنضيف لها جلوكوز وبنضيف لها اجار الى اخره، هاي تراديشنال بكتيريا الكلتشر. الفيروس يمكن زراعته بس باكتيف سيلولار كلتشر، بدك تحط له سيلز والسيلز يكون لسه عايشين ما ماتوا. الفيروس بده سيل بس تعطيه جلوكوز تعطيه كل شيء بده اياه ما بينفع، بده خليه. ليش؟ لانه ما عنده القدره على الميتابوليزم لحاله. ففي فايرال كلتشر بس صعب، بدك خلايا تضل عايشه تحط الفيروس معاها تشوفه تكاثر ولا لا.
rarely performed وخطيره، خطيره لانك انت في عندك كلتشر من الفيروس، ف it can disseminate easily، فاغلب اللابات ما بتعملها. اذا الايميجنج ستدي بفيدنا. لو عملنا المريض هذا سيتي سكان، صورنا له الدماغ، شو بيطلع؟ شو بتفيدنا؟ الانفلاميشن نفسه بيبين بالمراحل الاولى، صعب. بالمراحل المتاخره ممكن. طيب اذا كان في انكريز انتركرانيال بريشر بيبين، ممكن يبين، بس برضه بده يكون ليت ستيج. تمام. فالايميجنج ممكن يساعد. اذا واحد عنده كانسر بالبرين، هون الايميجنج بصير دياجنوستيك اكثر، صح؟ بيساعدنا اكثر. فالايميجنج مش كثير مفيد، لكن ممكن يساعدنا to rule out other causes. CSF finding للتذكير، increased lymphocyte count، هاي ماشي مع viral meningitis. modest CSF protein، البكتيريا خلية كبيرة مليانة بروتين، الفيروس خلية صغيرة بروتيناته عقده فأقل. normal glucose، الفايلال كلتشر مايت بي بوزيتيف 40 إلى 80%. البي سي ار از ذا موست سبيسيفيك اند ذا موست سنسيتيف تيست، بس البي سي ار بدنا نعمله برضه على السي اس اف. لا يكفي ان نقول هذا يعني لقيت البلاد بوزيتيف للبي سي ار، معناته الفيروس موجود بالبلاد. هل هذا بيثبت انه موجود بالبرين؟ لكن لما تاخذه من السي اس اف ويطلع بوزيتيف، خلص هيك انت. فإذا بتلف وبتدور بترجع لللمبر بانكتشر، صح؟ الدياجنوسيس كله مبني على اللمبر بانكتشر. تريتمنت، عملت البكتيريا طلعت نيجاتيف، تأكدت، طلبت بي سي آر طلع بوزيتيف، صرت تقول خلاص هذا مبين فيرال مينينجايتس، ما عاد في شك. نعطي أنتيبيوتيك أول إشي؟ في فايدة الأنتيبيوتيك هون؟ طب إذا لسه مش متأكد؟ إذا مش متأكد ما اعطيهوش ويطلع بكره بكتيريال، نرجع لقصه انتوا بيستنونا على باب المستشفى. خليك بالسيف سايد، صح؟ ايوه خليك بالسيف. لكن اذا كونفيرم، بمعنى واحد الكلتشر بكتيريال نيجاتيف، اثنين صار عندي فيروس بوزيتيف البي سي ار، خلص في داعي للانتي بايوتيك هون؟ لا. طب في داعي للانتي فايرال؟ اكيد اكيد طبعا. اكيد الانتي فايرال هو قلته احد، انا عارف يعني حسب، مش دائما انديكيتد. القاعده العامه الكومن سنس بقول اعطي انتي فايرال، لكن بالبراكتس الانتي فايرال ما بيغير كثير بالكورس اوف ذا ديزيز. الفيروس بده ياخذ وضعه، بده يدمر اللي بده يدمره، بعدين بيطلع لحاله. اتس اولموست ا سيلف ليميتد ديزيز، فكروا فيه زي الريسبيراتوري فايروس. هلا لما بصيبنا فلو بتروح بتاخذ انت انتي فايرال؟ ولو اخذت بفرق؟ ف 60 إلى 70% ما بيحتاجوا انتي فايرال. بدك سبورتيف تريتمنت، تتابع المريض، بدك تعطيه شيء يخفف الحراره، يخفف الوجع، تعالج له انكريز كرايت بريشر، بس سبيسيفيك انتي فايرال مش كثير مفيد. حسب ثيرابي تيل تو سسبكتد ايتيولوجي، انتي فايرال ثيرابي از ريكومندد ان بيشنت وذ برايمري اتش اس في انفيكشن اور وذ سيفير نيورولوجيكال سيمبتومز. يعني هذول الحالتين اللي شبه في فائده مؤكده للانتي فايرال. واحد اتش اس في فيروس، اثنين سيفير مينينجايتس، هذول الحالتين تستدعي ان نعطي انتي فايرال. فور اذر فايرال كوزز يوجوالي ات از ا سيلف ليميتد ديزيز وير نو سبيسيفيك انتي فايرال تريتمنت از نيدد. واذا بتتذكروا اول شيء بلشنا فايرال مينينجايتس على خطورة الموضوع كله بتضل كتير أخف من البكتيريا، فهي الرول تبعها سلف ليميتد بعكس البكتيريا. الرول تبعها إنك تخسر المريض للأسف 50% إنه يتوفى. هون لا، الرول بتغلب له 3-4 أيام، بتخربط إلى آخره، بس بالآخر سلف ليميتد بيطلع منها. بروجنوسيس فور ريكفري أكرز within 1 to 2 weeks of onset، هاي الرول العام إنه المريض أو الطفل بطيب. مرات للأسف ممكن تدخل في complication death، بس نسبته كتير أقل من البكتيريال، أو زي ما قلنا deafness, hydrocephalus, seizure, persistent cognitive deficit. ممكن الدمج اللي صار للبرين يكون irreversible، فإذا ضرب في منطقة ما يمكن يصير يعمل seizure. يعني الطفل بده يضل طول حياته عنده نوبات صرع بتيجي وبتروح، بدك تعالج له إياها.
مريض ثاني بيبطل يسمع، مريض ثالث بيبطل يشوف، بس هذا كله اقل من البكتيريا فور شور، اقل من البكتيريا. حيجيكوا حالات بكره يجي طفل تبلش تفحصه تلاقيه بسمعش، تسال تقول له والله ما، وهو صغير صابته حراره واخذناه على المستشفى وقعد بالمستشفى يومين وقالوا في التهاب سحايا وما سحايا، ومن يومه هو ما بسمع. حيمر عليكم حالات زي هيك بتصير. بس مين اخطر، بكتيريا ولا فايرال؟ هذا الفيروس. فاذا اذا بتلاحظوا الكلينيكال برزنتيشن والدياجنوسيس البروسيجر تقريبا واحده، هاي لحالها اجت. هون فيش في دوزز بالانتي فايرال، ليش ما فيش دوزز؟ لانك اصلا ما في داعي تعطي، صح القاعده العامه؟ لانه فيش في داعي تعطي. الدياجنوستيك تيست لمبر بانكتشر الكلتشر جزء منها، بس هون البي سي ار صار هو الدياجنوستيك. بس بنضل لازم نعمل كلتشر عشان اتاكد انه مش بكتيريا. مين اخطر؟ بكتيريا. البكتيريا. مين مين الموست كومن كوز فيروس؟ انتيرو. انتيرو فيروس. طيب فنجاي قلنا الله يكفي انك تشوفها. الفطريات عم يعني تسمعوا الفطريات ككل مش زي البكتيريا والفيروس، هي كلها رير صح. الفطريات اللي بتسبب هيومن انفكشن بشكل عام محدود، لكن انها تصل للبلد وللبرين هاي ريلي سيفير كيسز. وعاده القاعده العامه خليها ببالك، وين ما شخصت والله واحد فنجل مينينجايتس او سيفير فنجاي انفكشن، هذا اميون كومبرومايز، هذا مناعته مش شغال، في شيء غلط بمناعته. اي مثلا الاتش اي في ممكن يكون مع اتش اي في، بس يكون بالعكس 90% اللي اذا شخصته فنجل مينينجايتس بتلاقيه اتش اي في بوزيتيف، بس مش مثلا مش عارف مثلا كورتيزون لفتره طويله الى اخره. فالقاعده العامه انه الفنجاي انفكشن عاده بالاميون كومبيتنت از كوايت رير، واذا عمل له بيعمل له التهاب بالسكن، التهاب شوي بس مش بالبرين. فمشان هيك خلينا نقول تركيزنا عليه اقل، يعني اللايكلي هود انت كجي بي انك تشوفه بتصير اقل. مين بشوفه؟ بشوفه مريض انفكشوس ديزيزز وبعالج مرضى اتش اي في صح مثلا. الكوزز أموت وأعرف مين حط التايمر هذا. فنجل مينينجايتس أنا حاطه. حاطه بالغلط مش لحالي. فنجل مينينجايتس في عدة كوزز. الموست كومون اللي هو دائما نحطه رقم واحد. كريبتوكوكس نيوفورمس. في أذر رير كوزز هيستوبلازما كابسولاتم توكسيدياز إيميتز. لكن الموست كومون كريبتوكوكس نيوفورمس. لأن صار معانا البكتيريا الموست كومون شو هو والفيرال، هلأ زيدوا عليه الفنجاي اللي هو كريبتوكوكس نيوفورمز اتيولوجي. الفنجاي هاي there are more than 50 species of كريبتوكوكس اللي بتعمل مينينجايتس، واللي اغلب اللي بتعمل هيومن انفكشن هي نيوفورمز. كريبتوكوكس نيوفورمز. سي نيوفورمز is an encapsulated yeast transmitted through inhalation from the environment. الانتيرو فيروس قلنا كيف بينتقل؟ الانتيرو فيروس من اسم صح؟ ستريب نومونيا كيف تنتقل؟ ريسبيراتوري. الستيريا مونوسايتوجين كيف تنتقل؟ الستيريا هاي صعبة شوي. فود. الستيريا فود. شوفوا أغلب إذا لم يكن كل البكتيريا الريسبيراتوري، الوحيد اللي بتشد الستيريا مونوسايتوجين فود. الانتيرو فيروس القاعدة العامة فيك الأورال روت. طيب الفنجاي ريسبيراتوري عن طريق respiratory system inhalation from the environment usually result in harmless colonization of the respiratory airway. ممكن انت تلقطها وتفوت وتعمل شوية colonization بس ما بتعمل لك disease، وهاي الرول نادرا it can lead to meningitis in immune suppressed patient زي ما قلتوا انتوا زي ال HIV ممكن توصل. هاي شكل الفطريات هاي كريبتوكوكس نيوفورمز. شو ملاحظين؟ شوفوا الكبسول تبعها كيف ديبلوبت وعامله اكثر من لاير، والتركيب تبع الفطريات اكيد مختلف عن تركيب الفيروس والبكتيريا. فهاي شكلها تحت المجهر اذا بتعمل لها صبغه لاحظوا، يعني قريبه من شكل الفطريات من شكل البكتيريا، بس فيها البودينجز اللي هي بتحس زي التبرعب، بتلاقي خليه كبيره وطالع منها خليه صغيره، خليه ثانيه وطالع منها خليه. هاي ماشي اكثر مع الييست او مع الفطريات.
epidemiology 1 million cases of cryptococcal meningitis are reported annually. هذا بنحكي over all the world. Most reports are from patients with AIDS. بلشت تظهر في عام 1980. Approximately 6 patients with HIV develop cryptococcal infection. And patients with AIDS-associated cryptococcosis account for 85% of patients. 85% من اللي cryptococcosis positive هذول بيكونوا HIV positive. والمرض أصلاً شبه اختفى ما رجع غير لما بلش ال HIV. كلكم تعرفوا قصة ال HIV. إحنا ما اكتشفنا ال HIV نفسه، اكتشفنا نتائجه إنه صار تيجي أمراض غريبة عجيبة very rare. واحدة منهم هاي. ومرض تاني بالسكين، في ثلاث أمراض كانوا very rare واختفوا شبه من الدول المتطورة، فجأة كلهم صاروا يرجعوا يرجعوا يرجعوا، بعدين صاروا في بيك، اكتشفوا بعدين هاي البيك جاي من ال HIV لأنهم immune compromised. فلاحظوا 85% بيكونوا HIV positive. Transmission هيو كيف؟ By inhalation. لكن في رول للبيرتس الطيور، هاي البكتيريا الفطريات سوري تكون عايشة بالطيور أكثر، وزي نورمالي فلورا عندهم تنزل مع الستول، بعدين بصير له دراينس بروح على الهواء وانت بتستنشقه. فأحد سيئات الناس اللي بيعيشوا بكون جنبهم طيور كتير، سواء طبيعية أو بيربي ببيته أو بيربي ببيته. مين بيربي عصافير؟ الدجاج طيور دكتور. أه؟ الدجاج طيور حسب إذا بطير ولا ما بطير. ما بطير ما هو. في ناس بزعل لما بتقول له البيتس ترباية، احنا ما حدا ضد ترباية البيتس، في ناس بحب يربي بسس، في ناس بحب يربي أرانب، طيور، أفاعي، حية هيك، بيتس هاي، لا في أفاعي، لكن هل هاد يمنع إنه they can هاي الأنيمالز they can transmit the disease؟ في diseases transmitted by birds and animals zoonotic. فأنت طول ما أنت بعيد عنهم ما بيقرب عليك الديزيز، بس متى ما لقطته يعني. كورونا أحد الثيوريز إنه مصدره الرئيسي شو كان؟ خفاش جاب أجلنا. كلينيكال بريزنتيشن. طيب هذا أبو فنجل مينينجايتس، كيف بده يجي الكلينيكال بريزنتيشن تبعه؟ فنجل مينينجايتس، خدنا البكتيريا والفيرال، هسه شو بده يجي؟ وغير الفيفا هيدك فوميتينج نيك ستيفنس بوزيتيف بريدزنس كارنيك ساين. ممكن اذا راح على البرين يبلش موتور فانكشن، يبلش هالوسينيشن. شو الفروقات؟ فيفر ماليز هيديك نيك ستيفنس فوتوفوبيا منينجل اريتيشن ساين ليثرجي التيرمينتال ستيت بيرسوناليتي تشينجز الى اخره. ديسيمينيتد ديزيز از كومون، اني اورجان كان بي انفولفد. ما دام الفطريات وصلت للبرين فعمليا ات كان جو تو اني اذر اورجان. Isolated pulmonary infection is quite possible. ببلش بكف ديزنيا وابنورمال chest x-ray. تذكروا زي النمونيا، هو بده يدخل inhalation، فأول primary contact مع البادي حيكون نمونيا. من نمونيا حيعمل فنجيميا، يعني فنجاي بالبلط، مش في بكتيريميا فيريميا فنجيميا. Again مستحيل الفنجاي تنط من اللنج للبرين إلا تمر بطريق معين، most likely البلط. البلط فبتروح على البلط، هلا من البلط بتوصل للبرين، ومش بس للبرين، تلاقيها راحت على اغلب الاورجنز الثانيه، كدني ليفر الى اخره. بيكون كويس اذا بتلقط المريض بالمرحله الاولى وهو لسه بالنمونيا ستيج، ما قدرت بيكون اشوى شوي اذا بتلحقه بالفنجيميا ستيج وهي لسه الفطريات بالبلط. اذا وصل للبرين اتس اوريدي ليت ستيج. مرات سكين ليجن بتساعدنا، بابيولز نوديولز ألسرز، ففي برضه سكين ليجنز بيجي مع المايكولوجي. دياغنوس دكتور اي اخطر البكتيريا والفنجل؟ القاعده العامه بكتيريا الاخطر، بس الفنجاي هي نفسها مش خطيره بس لانها مناعته ضعيفه، ما وصل مرحله هو لانه شخص بدون مناعه يعني، خلينا نقول. بس اذا قاعده عامه بدنا نقول بكتيريا المينجايتس هي اخطر وحده فيهم. تشخيص كلتشر، شو بتطلع الكلتشر؟ بكتيريا النيجاتيف. طيب البي سي ار تبع الفيروسز هون بدهم يطلعوا نيجاتيف. طيب شو كمان؟
لمبر بانكتشر جرام ستين كلتشر حكينا كله هذا. طب شو الدياجنوستيك تيست للفنجاي؟ البكتيريا بتزرعها، الفيروس بتعمله بي سي ار. طب الفطريات برضو إلها زراعة، الفطريات كلتشرابل، ومرات كتيرة زي الجرام ستين برضو في ستينز خاصة بتطلع لنا الفنجاي، في ستينز خاصة بتطلع لنا الفنجاي. فإذا في تيست كريبتوكوكال أنتيجين تيست برضو بيساعد للسكرينينج. هذا بقول لك في أنتيجينز تبعون، شفتوا الكبسول تبعها كيف معقد وخاص، والكبسول تبع الفطريات مختلف تماما عن الكبسول تبع البكتيريا. فعملوا أنتيجين تيست بقول لك الكبسول هاي تبعت الفطريات موجودة ولا لا، بتساعدني بالتشخيص. سيريولوجي أنتيبادي، شو رأيكم نطلب اي جي ام و اي جي جي أنتيبادي لكريبتوكوكس؟ بدها، احنا قلنا السريع اللي هو الاي جي ام بده 3-4 ايام، فبتتاخد وقت فمش كتير بيفيدنا. انديانا انك ستين وان كانت with lower sensitivity، هاي ستين ممتازة للفطريات وخاصة كريبتوكوكس، اسمها انديا انك ستين. مش دائما تطلع بوزيتيف، بس لما تطلع بوزيتيف بتورجيك يعني البكتيريا الفنجاي بطريقه واضحه جدا ما بتخربط فيها. سي اس اف اليفيتد بريشر، مايدلي اليفيتد بروتين، نورمال اور لو جلوكوز مع ليمفوسايتوسيس بلس ماني ييست. بشبه بكتيريا ولا فايرال اكثر؟ فايرال، اقرب للفايرال صح، اقرب للفايرال. برزنتيشن تبع السي اس اف اقرب للفايرال. شو هدول اللي على الشمال؟ اول شيء فوق هذا الانتيجين تيست، تاخذ السي اس اف وبتحطه على زي اقرب ما يكون لمبدا البريجننسي تيست، خط خطين، اذا خط نيجاتيف اذا خطين بوزيتيف اقرب ما يكون زي. فانت بتقول اه في كريبتوكوكال انتيجين. الخطوه الثانيه بتعمل له زراعه وبتعمل له ستين، مثلا هاي شكل الانديا ستين كيف بتبين، واضح البكتيريا يعني البكتيريا الفطريات اللي فيها كيف. طيب نفس المبدا في سبيسيفيك اجارز، بتحط عليها الفطريات هاي بتقوم بتطلع وبتعطينا بوزيتيف. هيك انت تاكدت من التشخيص، الانتيجين موجود بالستين مبينه بالكلتشر، طلعت معك الفنجاي هيك، فانت اثبتت التشخيص. بريفنشن، كيف تمنع المرض من اساسه؟ في فاكسين اول شيء، حد عمره سبع فاكسين للكريبتوكوكس؟ لا، البكتيريا لها فاكسينز، بعض الفيروسز لها فاكسينز، الفطريات والبراسايت القاعدة العامة لا فاكسين لها. بس كيف احنا قلنا بتنتقل؟ بتنتقل عن طريق الانهاليشن خاصة إذا في بيرتس. فبقول لك ابعد عن البيرتس خاصة في الفترة اللي فيها اكسبوجر عالي. Primary prophylaxis and routine screening is not recommended for HIV patient without exposure to symptoms. في البعض بقول ما هو مدام دكتور ال HIV patient هدول immune compromised وهم أكثر ناس معرضين للcryptococcus infection بنسبة 85%، ليش ما نضلنا نعمل لهم screening؟ قعدوا فترة صاروا يعملوا لهم screening، قال تعال كل 6-7 شهور نعمل لك فحوصات نتأكد إنه ما عندك cryptococcus، بعدين وجدوا إنه غير مجدي لأنك أنت ما بتعرف. مريض الـ HIV بقعد معه الـ HIV 20-30 سنة، متى بتيجي كريبتوكوكس you never know. يعني الفترة اللي بتضعف المناعة بالمرة بيستغلها الفنجاي بتعمل infection. treatment، وين المشكلة؟ رواح نعطيهم treatment ولا لا؟ لا لا مش قصدي. مين في من الشطار هون؟ مين في شاطر هيك هو؟ ولا واحد شاطر؟ لا ناخذ التريتمنت. يا الله في حد شاطر؟ ولا واحد مسترجع يرفع يد يقول انا شاطر؟ شاطره؟ نعطيهم التريتمنت ولا لا؟ ايه زميلتك اللي قالت والله اليوم ما تروحي على الدار لعاد. ديزيز رير وموصلي بالاميون كومبرومايز، فهاي الحاله اذا اجتك لا تعالجها، حولها للمختص. Very complicated treatment. المختص infectious diseases. لما تختص بالinfectious diseases حق علي والله بدي أحاول أطلعكم من treatment ولا ضابطة معاكم يا أخوان الله العظيم. فاحفظوا لي يعني أنا أهم تحفظ سيفتريكسون ولا السايكلوفير والأنتيفيرال ولا هاد؟ مين أهم؟ السيفتريكسون هاد وظيفتك للأمانة، وإذا بتعطي جرعة واحدة سيفتريكسون لطفل تبع مينينجايتس
يعني العمار بيد الله، بس انت اعطيته 50% تشانس انه يعيش. هاد انا بقول لك هذا اتش اي في واميون كومبرومايز، والبكتيريا والفنجاي وصلت للبرين، بتعمل له تحويل للانفكشوس ديزيز وثم ببلش فيه. خلصنا كويس هيك؟ هذا الجدول شو فيه؟ ارقام متغيره مع الزمن. هذه متغيره مع الزمن، نعم. هذول مقارنه بالسي اس اف. هسه صرتوا تعرفوا البكتيريا والفيرال والفنجر، حطيت لكم اياهم جدول عشان واحد، في ناس بيحبوا يشوفهم كلهم مع بعض عشان تقارن بينهم، لانه قلنا الكلتشر بتاخذ ايام، البي سي ار بتضلك المريض بتلف بتلف بهالعينه الاردن كلها ما بتلاقي واحد يعمل له بروبر انتيرو فيرال بي سي ار. فاحنا عايش بنعتمد صرنا اول ساعتين ثلاثه على السي اس اف فايندينج البسيطه هاي، جلوكوز بروتين لينفوسايت ونيوتروفيل، هدول اللي بيعطوني انديكيشن واضح ولا لا، الباقي بياخذ وقت. فهون حاط لكم اياهم عشان تقارنوا بيناتهم. مثلا قديش النورمال جلوكوز؟ لاحظوا النورمال جلوكوز 50 ل 75 بالبكتيريا، اقل من 45 بالتي بي، اقل من 45 بالفنجل، اقل من 45 الفايرال، 50 ل 100 ضل نورمال. التي بي مش ما حكينا عنه، فالتي بي مسامحكم فيه، خط التي بي مسامحكم فيه. ما هو باللاب في جدول راجع له والله متذكر. باللاب زي ما بيجيك بكره الوايت بلاد سيل 14000. الو 14000 زايد ولا مش زايد؟ عالي. ما بحط الورقه صح دكتور؟ بطل الورقه. زميلكم بقول شوف الشطاره، زي بقول لا مو لازم يحطوا لك الريفرنس رينج باللاب. طب اذا ما حط هو الاصل يحطوا لك يا صاحبي جوجل دكتور. جوجل في عينكم. تحطه على جوجل قديش الرقم؟ استنى اشيك لك. المريض بيقول لك دكتور انا تعبان وعندي 14000. استنى اشوف والله عالي. ايه لا صح كلامكم، مش ضروري نحفظ كل الارقام، في اشياء مهمه كثير مش ضروري نحفظها. بس خليني اعطيكم حاجه، بتصل عليك كده بقول دكتور عملنا له سي اس اف طلع 30 الجلوكوز، 30 ملي جرام الجلوكوز. صوتك مشوش. بس يعني الارقام احفظوا لو هاي. لو هاي لو من قديش ما بعرف. هذا الجدول شو كان فيه العاد؟ احنا اللي فشقنا ليش هيك صار ال هون الجدول هذا من التكست بوك اللي بعثت لكم اياه اللي حطيته على الديسكتوب، بيحكي الفيروسز الموست كومن اللي هو الانتيرو فيروس والمامز والهيربس سيمبلكس. لاحظوا في فروقات بالتكست بوك بين الموست كومن، احنا عندنا الانتيرو فيروس رقم واحد، بينما في بعض الدول مثلا بالستيت مامز وهيربس سيمبلكس بتيجي ليتل بيت اب. احنا قلنا انتيرو فيروس رقم واحد، مين كان رقم اثنين؟ هيربس سيمبلكس كان رقم اثنين، هون مامز. الباقي أربع فيروسز، رابيز، ميسلز، فاسيلا زوستر، الالسمي، بيستن فاير فيروس إلى آخره. الأذر فيروسز كان ريرلي كوز فيرال إنكفاليتس منينجايتس، هنحكي عنهم المحاضرة القادمة فما في داعي. فإذا من الجدول هاد فيش غير أول ثلاثة مكررين، الموست كومون انتيرو مامز اتش اس في، انتيرو مامز و اتش اس في. أنا داري ليش حط لكم إياه هيك بس غلبة. خلص هاي الجدول اعتبروه مش موجود، منيح؟ اشطبوه من السلايد شيلوه، والتريتمنت اعتبروها مش موجوده، والمحاضره اعتبروها مش موجوده. وبعدين شو بدكم كمان؟ اي سؤال؟ بالضبط. هاي زميلتكم ريحتكم، احفظ البكتيريال ولما تيجي عند الفيرال شوف الفروقات. الكلينيكال برزنتيشن نفسه منين بفوت منين بيطلع نفسه، بتيجي عند السي اس اف فرق، تيجي عند التريتمنت هو انتي بايوتيك هون انتي فايرال اف نيدد، فبتشوف الفروقات. فعمليه محاضره اليوم اذا كنت درس الاولى تاخذش معك 10 دقائق، محاضره رقم 3 بتاخذش منك شيء لحالها بتطلع معك. صح صدقتكم. اي سؤال؟ بكره ضايل عندنا اخر محاضره. ان شاء الله تعالوا قارئين هيك اقراوا التنتين الاولى، خلينا نسالكم سؤالين للاذكياء فقط.